السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ وتتبير آيه. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه. هذه الوصفه تاع لوجو تاع الدلاع، بزاف بزاف بنين منعش سورتو في الصيف. نحبوا بزاف هذه الفاكهه اللي تكون غنيه غنيه بالماء وكثير من الفوائد لصحتنا، غنيه بالفيتامينات. قبل ما نبدا الفيديو نقول اللي مشي مشتركين يشتركوا ويفعلوا جرس ليصلهم جديدي، وثاني ما تنسونيش خياتي بجام وكومونتير وبارطاج للفيديو باش تعوم الفائده. بسم الله نروحوا للمقادير. المقادير هنا ما نتقيدوش بكميه تاع الدلاع. هنا عندي كميه تاع الدلاع تقريبا نص دلاعه متوسطه في الحجم. نتوما ديروا اي كميه حبيتوها حسب افراد العائله. اول حاجه هنايا نقيتو من هذاك العظام تاعو ودرتو في ريسيبيون كما راكم تشوفوا. هكذا كما تعرفوا الدلاع غني غني بالفيتامينات ونحبوه بزاف بزاف الصيف هكذا، وسورتو جو يجي بزاف منعش. هنا راح نضيف له زوج مغارف كبار تاع القارص اللي راح يعطي له نكهه رائعه للجو تاعنا هكذا ويعزز النكهه تاعو. وراح نضيفه ثاني زوج مغارف كبار تاع سكر. السكر يبقى حسب الرغبه، باسكو هنايا انا الدلاع تاعي شويه حلو ما درتش بزاف السكر، زوج كفاوني. وانتم ما شوفوا على حسب الذوق، اللي كان الدلاع تاعكم صامطه زيدوا. هكذا نخلط كامل المكونات، ندخل هذاك السكر مليح مليح في الدلاع ونخليه في الفريجيدار يبرد، ماشي المجمد، جوست الفريجيدار من الفوق يبرد تقريبا زوج سوايع ولا ثلاث سوايع ماكسيموم. بعدها كما راكم تشوفوا بعد اللي قعد لنا بيريود اطلق الماء نتاعو هذا باللون الغوز، هذا اللون تاع الدلاع هكذا كما راكم تشوفوا. من بعدها راح ندير الكميه في نقسم الكميه ندير بشويه في الميكسور ونرحيه. تقدروا ديروا بالبغا ميكسور بيان سور ولا البلاندر اللي عندكم، ما تقيدوش بواش درت انايا. نرحيوه مليح، هنا ما نضيفوش الماء باسكو ديجا قلت لكم انه الدلاع يحتوي على 90% من الماء. يجي منعش بزاف، وثاني على بالكم بلي نحبوه بزاف في الصيف ينحينا هذيك السخفه تاع السخانه وكامل. هكذا نصفيوه كما راكم تشوفوا. هكذا نكملوا كامل الكميه. ومن بعد بيان سور نخلوه في الفريجيدار يعاود يبرد من داره وجديد. وهذا هو القوام تاعو، ما زدلوش الماء كما راكم تشوفوا. لا كولور تاعو جات تهبل، والذوق تاعو ثاني بزاف بزاف بنين رائع منعش مفيد للصحه. سورتو لك شيتو دلاع باغ اكزومبل ماشي حلوه تقدروا ديروها عصير خير من ترموها. هذا هو العصير تاعنا حبيباتي كما راكم تشوفوا، لازم تخلوه يبرد يبرد مليح مليح في الفريجيدار باش تقدموه للعائله وللضيوف. جا روعه روعه روعه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، نقول لكم الشهيه طيبه. جربوا الوصفه بهذه الطريقه وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.